ماشي. تمام. بص حضرتك، بمناسبة الانتخابات وإن احنا داخلين على مرحلة جديدة وداخلين على أيام ديمقراطية، ربنا يجعلها يا رب سعيدة علينا وتبقى كويسة. يا رب. هنقول حاجة اسمها اختار يا شعب. اوكي. بتقول ايه؟ اختار يا شعب، قول رأيك بحرية من النهاردة، وقعت عليك المسؤولية. لا تقولي ده بلطجي ولا ده بيدفع من جنيه لخمسمية. اختار يا شعب، قول رأيك بحرية. صوتك أمانة، صوتك أمانة للي انت شايفه صالح 100% يقدر يعدي بينا الصعب ويكون قد المسؤولية. فاختار يا شعب، قول رأيك بحرية. هيبة وفطانة، عقل وكياسة، دول مطلوبين علشان الرئاسة. مش نختار على شوية كلام واتقالوا بحماسة، أو حتى شعارات رنانة هتسبب لينا انتكاسة. اختار يا شعب، قول رأيك بحرية. ادلي بصوتك، خليك جريء، خلي عندك جرأة وحماسة. ما انت يا شعب راح تقول مين في اللي جاي راح ينفع في الرئاسة، مين في كل دول يستحق كرسي الرئاسة. من النهاردة الإرادة مصرية، والريس اللي جاي بالديمقراطية. الثورة قامت يوم 25، مطالبها كانت سلمية، حرية ديمقراطية، والتالتة عدالة اجتماعية. فالريس اللي جاي جاي بديمقراطية، بس الريس مصري وأمه مصرية. الريس مصري وأمه مصرية. مصر اللي جاي منا هيتنفس معانا الحرية، هيجمع الكل ايد واحدة، شعب وشرطة وحربية. يا رب احفظه وصونه من بطانة فاسدة تخونه، وارزقه البطانة الصالحة اللي تخليه يصوننا ونصونه. ما الريس مصري ابن مصري، من ابوه لست ست مصرية، راح يتولى مهمة صعبة. ربنا يبعد عنه شوية خلينا نخلص من البلطجية، خلينا نخلص من البلطجية ونبقى ايد واحدة. مفيش فرق بيننا، لا شرطة ولا شعب ولا حربية، لاجل بلادنا العربية، عشان الارض مصرية. بارادتك يا شعب، بارادتك يا شعب، راح يكون ريس الارض المصرية. فانت اللي هتقول، فاختار يا شعب، اختار يا شعب، قول رأيك بحرية. حلو قوي، جميل. طب ده بالنسبة للأم. أوكي، بالنسبة للأولاد في مشكلة ولا؟